بعدها بقى بيتكلم باكستر في المهم وبيطلب من ارثر انه ياخد باله ولما يوصلوا الشمال لازم يغرق السفينه. الفكره بقى ان اوتو وهو بيفضي برميل من البراميل بيلاقي فيه الطفل جوزيف مقتول. اما تم بيصحى سامنر من النوم على المصيبه وهي ان السفينه بتغرق. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. بيبدأ المسلسل في مدينة هول في انجلترا سنة 1859 وبنشوف شخص كده اسمه هنري دراكس وبنعرف ان هنري ده يبقى صياد حيتان. المهم ان هنري حاليا بيروح لحانة كده في المدينة وبيطلب مشروب، بس هنري ما كانش معاه فلوس يدفع حق المشروب فبيفضل يحاول مع العامل انه يديله مشروب، فالعامل طبعا بيرفض وبيكونوا هيتخانقوا. لكن في واحد من اللي قاعدين في الحانة بيطلب لهنري مشروب على حسابه عشان يعني يخلص من الدوشة اللي هو عاملها، وبس بينزل المشروب لهنري وبيشربه. بعد كده بيتكلم هنري مع الغريب اللي جاب له المشروب وبيطلب منه ينزله مشروب تاني، بس الغريب بيرفض طبعا والعامل اللي في الحانة على طول بيطرد هنري من المكان. بعد شوية بقى بنشوف الغريب بيمشي من الحانة فبيمشي هنري وراه، وفي اللحظة المناسبة بيضرب الغريب على دماغه فبيقع الغريب سائح في دمه. فبسرعة بياخد هنري الفلوس اللي معاه وبيحط الغريب في مخزن كده عشان ما حدش يشوفه وبيمشي. وبيكون هنري مش حاطط في باله قوي ولا خايف من الحساب لانه اصلا هيطلع شغل يصطاد مع السفينة وفترة طويلة جدا هيعدها في البحر ومش هيرجع للمدينة دي تاني غير فين وفين، فيعني الدنيا امان ومفيش مشاكل. على ذكر السفينة بقى اللي شغال فيها هنري فبنروح لها دلوقتي وبنشوف الطبيب سامنر بيوصل للسفينة وبيقابل قبطان السفينة ارثر. سامنر عرف ارثر انه اتفق مع مستر باكستر صاحب السفينة عشان يكون هو طبيب السفينة في الرحلة دي، فبيرحب بارثر جدا وبيجيب له مشروب كمان وبيقعد يتكلم معاه شوية. سأل ارثر سامنر كان شغال فين قبل كده، فعرفه سامنر انه كان طبيب ضابط في الجيش الانجليزي وخدم فترة كبيرة في الهند، بس من فترة في متمردين في الهند عملوا شغب ضد الانجليز وسامنر اتصاب فرجع انجلترا وساب الجيش نهائيا. حاليا المفروض ان سامنر مستني حكم محكمة لان يعني عنده ورث كبير كده كان بتاع عمه هياخده قريب، بس القضية لسه قدامها وقت طويل على ما يتحكم فيها يعني، وعشان كده قرر ينزل يشتغل في السفينة دي. وقتها ما صدقش ارثر الكلام ده قوي لان المفروض ان طبيب في الجيش لو ساب الجيش بشكل قانوني هياخد فلوس محترمه جدا ومش هيضطر يشتغل على سفينه زي دي، وبيحس ارثر كده ان سامنر ده اكيد اتطرد من الجيش ولسبب ما. لكنه طبعا مش بيقول كده لسامنر، وبيعرف ارثر سامنر ان في صيدليه قريبه من هنا ممكن يروح يشتري منها اي ادويه يحتاجوها في رحلتهم لانهم رايحين يصطادوا حيتان في اقصى الشمال خالص، وهناك طبعا ما فيش قرى ولا مدن يريحوا فيها ويجيبوا دواء. فبيوافق سامنر وبيروح على طول على الصيدليه وبيشتري من الصيدليه دي ادويه هيحتاجوها في الرحله، وبيشتري كمان شوية أدوية مخدرة المفروض يعني إنهم مش هيحتاجوها أصلا لكنه جابها لأنه مدمن عليها، وبيطلب من الصيدلي يغير اسم الدواء المخدر ده لأن باكستر المفروض هو اللي هيحاسب على كل الأدوية دي وما ينفعش يلاقي إنه اشترى مخدر، فبيوافق الصيدلي وبيعمل كده. بعدها بيروح سامنر على نفس الحانة اللي كان هنري قاعد فيها وبيطلب مشروب. بعد كده بيقعد يكتب مذكراته وبيكتب إن حياته ما بقاش ليها معنى من وقت ما أبوه مات وخسر صديقه في الجيش ويليام هاربر وكمان ساب الجيش بفضيحة. عامة بيخلص سامنر قعدته وبيرجع للسفينة. على ذكر السفينة بقى فبنشوف باكستر صاحب السفينة قاعد مع القبطان ارثر، وفي الوقت ده بيتكلموا سوا وبيسأل ارثر باكستر عن سامنر ده. بعرفه باكستر انه مش مصدق قصة سامنر وانه مستني ورث والكلام ده كله، لكنه شغله يعني عشان بياخد مرتب قليل. بعدها بقى بيتكلم باكستر في المهم وبيطلب من ارثر انه ياخد باله ولما يوصلوا الشمال لازم يغرق السفينة، وبنعرف ان ده الهدف الحقيقي من الرحلة دي وهو ان السفينة دي تغرق. وبيأكد على ارثر ان الموضوع ده لازم يبان حادثة مش مدبرة عشان يقدر ياخد فلوس التأمين. وبيعرف باكستر ارثر ان محدش يعرف حقيقة الرحلة دي غيرك انت ومايكل كبير الصيادين، وممكن يبقى يعرف هنري دراكس يعني لو احتاج مساعدته، غير كده ما ينفعش حد تاني يعرف. وبيعرف كمان ارثر ان المكان اللي هيغرق فيه السفينة هيكون فيها قبطان تاني بسفينة تبع باكستر هياخده هو والطاقم وينقذهم ويرجعهم تاني بخير. وبتمنى باكستر لارثر التوفيق وبيسيبه وبيمشي. بعدها بقى بينطلق ارثر بالسفينه، وفي الليل بيجي مايكل كبير الصيادين لسامنر في اوضته وبيعرفه بنفسه. بعدها عرف مايكل سامنر انهم هيرسوا هنا في البحر وهيكملوا طريقهم بكره، وعشان كده هيروح مايكل لحانه كده في قريه قريبه للمكان اللي هم فيه يسهروا سهره حلوه، وبيعرض على سامنر يجي معاه فبيوافق سامنر وبس. بياخدوا مايكل لعند هنري وجونز، وجونز ده على فكره يبقى واحد من الصيادين برضه ومساعد مايكل. المهم بيتعرف سامنر عليه، بعدها بياخدوا كلهم مركب صغيره وبيروحوا للقريه وبيسهروا هناك. لكن السهرة بتنتهي نهاية مش حلوة لأن هنري مجنون بيتخانق مع الناس في الحانة وبيضرب فيهم، وطبعا بيتدخلوا سامنر وجونز ومايكل عشان يساعدوه، فبيتضرب سامنر ضربة جامدة وبيغمى عليه. في الوقت ده بقى بيبدأ سامنر يحلم بالماضي، وبنشوف سامنر لما كان بيخدم في الجيش البريطاني زمان في الهند، بنشوف إن في الوقت ده كان هو وسط مكان متدمر وكان زمايله الجنود والظباط كلهم ميتين لأن في الوقت ده كانوا متمردين الهنود بدأوا حربهم ضد الإنجليز. المهم ان سامنر فضل يهرب من المكان عشان محدش يشوفه، وراح قعد في مكان امان وكان تعبان جدا بسبب اصابته.
فروت ده شاف سامنر طفل هندي كده في مكان قريب منه، فبينده على الطفل ده وبيطلب منه يجيب له ميه يشرب لانه تعبان جدا ومحتاج ميه. وبيقول لسامنر للطفل ده خاتم قيم جدا، وبيعرفه انه هيديله الخاتم ده لو جاب له ميه، فبيسيب الطفل وبيروح يجيب له ميه. وهنا بتنتهي الذكرى، واللي عاوزك تفتكرها لقدام عشان هنكملها بعد شويه. بنرجع بقى للوقت الحالي ونشوف ان سامنر لسه مغمى عليه من وقت ما ضرب، فخدوه هنري ومايكل ورجعوا بيه للسفينه ودخلوه اوضته ونيموه. وقتها بيفكروا هنري ومايكل شويه وبيقرروا يفتشوا شنطه سامنر، فبيفتحوا الشنطه فبيلاقوا فيها جواب تسريح سامنر من الجيش الانجليزي، وبيعرفوا كده انه اتسرح بعد ما اتحقق معاه، وده معناه انه اتطرد مش ساب الجيش بمزاجه زي ما بيقول. المهم انهم بيدوروا شنطه سامنر شويه فبيلاقوا فيه خاتم قيم جدا، وده نفس الخاتم اللي شفناه في ذكريات سامنر. الفكره بقى انهم بيفتكروا ان اكيد سامنر سرق الخاتم ده من الهند اتحقق معاه واتطرد، وبالتالي بيقرروا يسرقوا منه الخاتم ده، لكن مش دلوقتي. تاني يوم بقى بيكون وصل الكل بالسفينه لبدايه الشمال، والتلج حواليهم بقى في كل مكان، وبيكون سامنر بقى كويس على فكره. وحاليا بيجي له واحد من السفينه اسمه اوتو، وده صياد برضه. المهم بيتعرف اوتو على سامنر، بعدها بينزل اوتو وكل الصيادين بما فيهم هنري لتلج كده في البحر، وبيصطادوا منه حيوانات الفقمه. انا عارف يا صديقي انهم صيادين حيتان مش فخم، لكنهم بياخدوا جلود الفقمه وبيبيعوها باسعار غاليه جدا، فيعني بيصطادوها بالمره. وبيشوف سامنر حاليا هنري وهو بيصطاد، وبيلاقيه متمكن جدا غير اي صياد. عامه لما بينتهي اليوم بيجتمع القبطان ارثر مع سامنر وكل الصيادين، وبيعرفوا من المكان هنا طلع فيه كميه فقم كتيره، وعشان كده بكره يصطادوا منهم تاني. وقتها اقترح هنري على ارثر ان سامنر يصطاد معاهم بكره عشان يجمعوا فقم اكتر، فبيعرض ارثر الموضوع على سامنر فبيوافق. وفعلا تاني يوم بينزل سامنر مع كل الصيادين يصطادوا الفقم، ولما بيخلص اليوم بياخد سامنر اللي اصطاده عشان يرجع بالسفينه، لكن مش بيقدر يشيل جلود كل الفقم اللي اصطادهم، فبينده على هنري يساعده، لكن هنري ولا بيرد عليه. فبيمشي سامنر بالجنود لوحده، وبيتفاجئ انه قدامه مكان كده ما فيهوش تلج، ولازم ينط من مكان لمكان عشان يتفادى الميه. فعلا بيحاول ينط لكنه بيقع في الميه وبيكون هيغرق، وبيفضل ينده على هنري بس مش بيرد عليه. ولو مش واخد بالك يا صديقي، فهنري مش بيرد عليه عشان عاوز يسرق الخاتم ويهمه ان سامنر يموت. عامة يعني اثناء ما بيحاول سامنر يخرج من الميه بيفتكر الطفل الهندي، واللي بنحس كده ان الطفل ده حصل له حاجه بسبب سامنر. المهم سامنر في المجمل بيقدر يخرج من الميه، لكنه بيكون تعبان جدا وفاقد الوعي. بس لحسن الحظ جونز بيشوفه فبسرعه بياخده وبيطلعوا السفينه، ويبداوا بقى الكل يعالجوا سامنر. ولما بيتعالج وحالته بتكون احسن شويه بيرجعوه بقى على اوضته. وهناك بقى بيجي ارثر ويشوفه، فبيتضايق على وضعه وبيامر ارثر مايكل اللي كان موجود في المكان ان سامنر ما يشتغلش معاهم تاني لانه طبيب ويخليه في شغله وخلاص واللي هو الطب، فبيوافق مايكل وبيمشي. عامه سامنر وهو نايم حاليا حلم بالماضي بتاعه، فبنرجع للماضي وبنشوف ان الطفل الهندي جاب لسامنر ميه فعلا زي ما سامنر كان طالب. ووقتها فرح سامنر وقعد يتكلم مع الطفل ده، وعرف منه ان عيلته كلها اتقتلت على ايد الجنود الانجليزي، فبيتاثر سامنر ويعرف الطفل ان كمان هو وهو صغير ابوه وامه ماتوا ولكن بمرض التيفود، وكان حاسس جدا وقتها ان حياته ضاعت، لكن امل رجاله تاني متمثل في دكتور ويليام هاربر، وده الدكتور اللي كان بيعالج ابو وام سامنر، وقرر ان سامنر يعيش معاه ويربيه بعد ما اهله ماتوا. بيعرف سامنر الطفل الهندي ده ان بعد كام يوم هيجوا جنود بريطانيين وهيقدر سامنر يهرب من المكان اللي هو مستخبي فيه ده، وبيوعد الطفل انه هيعيشه معاه وهيخلي باله منه. بس ده مش هيحصل للاسف، لان بيدخل حاليا جندي انجليزي وبيقتل الطفل الهندي. وهنا بتنتهي الذكرى وبيصحى سامنر، وبنشوف ان سامنر بقى كويس دلوقتي وشبه خف تماما، فبيبدا بقى يمارس شغله عادي ويعالج المرضى اللي على السفينه. في مره بقى جه لسامنر طفل كده اسمه جوزيف هانا، وجوزيف ده خادم على السفينه وطيب وغلبان على الاخر. المهم ان جوزيف طلب من سامنر يكشف عليه لانه تعبان، فبيكشف سامنر عليه وبيكتشف هنا ان الطفل جوزيف ده تم الاعتداء عليه من حد زباله، فبيتجنن سامنر وبيسال جوزيف مين عمل كده، بس جوزيف كان خايف ومش بيرضى يقول لسامنر حاجه، فبيمشيه سامنر. وبيروح بعدها لارثر وبيعرفه اللي حصل، في اللحظه دي اتعصب ارثر جدا فعلى طول استدعى الطفل جوزيف وبيجي مع جوزيف مايكل، بس يعني ما حدش اهتم، وفضل ارثر بس يسال جوزيف مين اعتدى عليه، لكن جوزيف بيخاف وبيرفض يقول اي حاجه فبيمشيه ارثر. ولما بيمشوا جوزيف ومايكل بيتكلم سامنر مع ارثر وبيعرفه انه شاكك شويه انه مايكل يكون هو اللي اعتدى على جوزيف، وبالتالي جوزيف خاف يقول اي حاجه لانه موجود، بس ارثر عرف سامنر ان مايكل ما يعملش كده، فعدى سامنر الموقف ومشى. بعدها بقى كان قاعد سامنر في مره في اوضته عادي وبيسمع كل الصيادين دلوقتي بيحتفلوا لانهم لقيوا اخيرا حيتان، فبيطلع سامنر يتفرج عليهم وهم بيصطادوا الحوت، وبيكون مبسوط جدا وبيشوف الصيادين وهم بيرجعوا بالحوت للسفينه، وبيبداوا بقى يقطعوه وبيساعدهم هو كمان، وبيفضل يقطع معاهم الحوت وبيكون مبسوط جدا. تاني يوم بقى بيصحى سامنر من النوم وبيطلع يقف على سطح السفينه، فبيلاقي في الوقت ده اوتو بيفضي كام برميل كده كانوا مليانين ميه، بحيث يعني لما يصطادوا حوت تاني يخزنوا لحم الحوت ده فيه. الفكره بقى ان اوتو وهو بيفضي برميل من البراميل بيلاقي فيه الطفل جوزيف مقتول. طبعا بيتصدموا الكل وبيكشف سامنر عليه، فبيكتشف ان الطفل ده اتعارك مع حد قبل ما يقتله لكنه ما فسش في المعركه والقاتل خلص عليه.
بعد كل ده بقى بيروح مايكل لارثر وبيعرف ارثر انه عارف ان في عامل معاه مع السفينه اسمه سامويل كان ليه سوابق كتير في الاعتداء على الاطفال وغالبا هو اللي عمل كده لجوزيف. وده بيجيب ارثر سامويل وبيقعدوا هو وسامنر ومايكل يحققوا معاه وبيفضل سامويل ينكر كل كلام مايكل. فبيفكر سامنر وبيقرر يكشف على سامويل لان لو هو اللي قتل جوزيف فهيكون في اثار لتعوير او حاجات زي كده لان الطفل جوزيف اتعارك مع القاتل قبل ما يموت زي ما قلنا. فعلا بيكشف سامنر على سامويل لكنه مش بيلاقي اي علامات لعراك فبيعرف ان سامويل بريء. بس الكلام ده ما عجبش مايكل وبيفضل يتخانق مع سامنر ووسط كلام مايكل بيقول لسامنر خلي بالك انا اعرف عنك كتير وممكن افضحك. فاستغرب سامنر وراح على اوضته وخرج جواب رفضه من الجيش وطبعا فهم ان مايكل قرا وهو ده اللي عرفه عنه فعلى طول بيحرق الجواب وبيخلص منه. بعد كده بقى كانوا قاعدين مايكل وسامنر وهنري وباقي الطاقم على الاكل فبيتكلم هنري وبيقول ان شاف قبل كده سامويل وهو بيتخانق مع الطفل جوزيف. فبيفرح مايكل وبيقرر يبلغ ارثر بالكلام ده حالا بس سامنر مش بيصدق الكلام ده وبيحس ان هنري بيكذب. لكن في المجمل يعني بعد شويه بيروحوا هنري وسامويل وسامنر لعند ارثر وبيشهد هنري انه شاف قبل كده سامويل بيتخانق مع جوزيف واكيد هو اللي قتله. بس سامويل بيفضل ينكر وبيقول في الوقت ده سامويل حاجه غريبه جدا انه بيعرف الكل ان هنري ده مش ثقه ده شخص مجنون لدرجه انه في رحله من رحلاته قبل كده اكل لحوم بشر. وقتها بيفضل هنري يلغوش على الكلام ده وطبعا محدش بيصدق سامويل وبيقرر ارثر يحبسه لحد ما يشوف هيعمل معاه ايه. بعد كده بقى بيروح سامنر ينام عادي ولما بينام بيحلم بقى بحلم غريب لانه بيحلم بهنري بيهجم على الطفل جوزيف عشان يقتله وهو بيصحى من النوم مفزوع. بعد شويه من كل ده بتوصل السفينه لمكان قريب لسفينه القبطان مورود والقبطان مورود ده هيبقى قبطان السفينه اللي المفروض هينقذ ارثر واللي معاه لما يغرق ارثر السفينه. المهم ان ارثر بيروح دلوقتي يقعد مع مورود وبيعرفه انه هيتجه في طريقه لمضيق كده معين ولما يوصل للمضيق ده هيستغل ان في تلج كتير في المضيق هناك وهيغرق السفينه. فبيعرفه مورود انه هيكون موجود قريب منه وينقذه هو والطاقم بتاعه. ويا صديقي بنعرف كمان من كلامهم ان باكستر بيغرق سفنه حاليا بحيث ياخد فلوس التامين ويفتح مصنع كبير لانه حاسس ان شغلانه الصيد بتاعت الحيتان خلاص بتنتهي. المهم بيرجع ارثر مره تانية لسفينته وبنشوف حاليا بقى سامنر وبيكون سامنر يا صديقي لسه حاسس ان سامويل مظلوم فبالتالي بيروح لسامويل في حبسه وبيتكلم معاه والكلام بيجيب بعضه. فبيعرف سامنر من سامويل ان عنده مشكله في ايده ومش بيقدر يمسك اي حاجه بيها او يضرب بيها حد. وفي اللحظه بيفكر سامنر شويه فبياخد بعضه بيروح لارثر وبيعرفه ان اللي قتل الطفل جوزيف استخدم ايدين الاثنين وبالنسبه لسامويل فعنده ايد بايظه مش هيقدر يستخدمها وبالتالي ده معناه ان سامويل مش القاتل وممكن يكون هنري اتبلع عليه. وقتها بيتصدم ارثر وعلى طول بيستدعي هنري وبيامر سامنر يكشف عليه بحيث يعرفه هو القاتل ولا لا. فبيكشف سامنر عليه لكنه مش بيلاقي فيه اي خدوش تثبت ان هو القاتل فخلاص بيامره ارثر بقى انه يمشي. بس قبل ما هنري يمشي بيشوف ارثر في ايد هنري ورم غريب كده فبيامر سامنر يعالج له الورم ده. فبيبدا سامنر يعالجه وبيفتح مكان الورم فبيلاقي سنه بني ادم وبيفتكر سامنر في اللحظه دي ان جثه الطفل جوزيف كان عنده سن مكسوره فبيفهم سامنر ان هنري هو اللي قتل جوزيف وجوزيف قبل ما يموت حاول يعضه وبالتالي سنته اتغرزت في ايد سامنر زي ما انت شايف كده. وقتها على طول بيامر ارثر ان هنري يتحبس بس هنري ما بيرضاش بكده وبيضرب ارثر على دماغه بعصايه وبيجي مايكل فبيضربه هو كمان وبيكون هيضرب سامنر لكن لحسن الحظ بيوصل جونز وبيثبت هنري بالسلاح وبيجبر هنري يستسلم فطبعا بيتحبس هنري. اما بقى بالنسبه لارثر فللاسف الضربه دي فتحت له دماغه وبسبب كده جاله زي ارتجاج ومبقاش قادر يتكلم خالص ويعتبر خلاص بيموت وبناء عليه بيبقى مايكل هو القبطان. فبيجتمع مايكل دلوقتي بالصيادين كلهم وبيعرفهم انه هيكمل طريقه لمضيق كده معين في البحر بحيث يصطادوا منه. وقتها بيعترض جونز لان المضيق ده خطر جدا وممكن يغرقه لكن مايكل بيعرفه انه هو القبطان وده قراره وهيروحوا للمضيق ده ايا كان الثمن. وطبعا مايكل بيعمل كده عشان يكمل مهمه ارثر ويغرق السفينه. مهم ان جونز كان هيتخانق مع مايكل بس ملحقش لانهم بيسمعوا ارثر بيصرخ فبيروحوا يشوفوه بيلاقوه بينزع الموت وفي الاخر بيموت. فبيعملوا زي جنازه كده صغيره على السفينه بعدها بيرموا جثته في الميه وبيكملوا بقى طريقهم عادي جدا للمضيق زي ما مايكل امر. المهم بيسيب سامنر الكل وبيدخل ينام ولما بينام بيحلم سامنر بمضيق العاده والمره دي بقى بنشوف ان سامنر كان وصل لقصر كده في الهند وليه في القصر ده ثروه كبيره من الذهب وغيره هو وكم ظابط من زمايله. بس للاسف لقيوا في الوقت ده عصابه في البيت واشتبكوا معاهم فكل اللي مع سامنر ماتوا ما عدا سامنر اتصاب بس. وقتها اتنقل للمستشفى وفي المستشفى كان في ضابط طبيب اسمه كوربيون. كوربيون بعد ما اطمن على سامنر اتكلم معاه فبنفهم من كلامهم ان كوربيون يبقى رئيس سامنر وكمان هو اللي امر سامنر يروح يسرق الذهب ده هو وباقي الظباط. لكن حاليا بقى كوربيون بيستندل لانه بيعرف سامنر انه هيتقدم للمحاكمه على اللي عمله وبيامره ما يجيبش سيرته. فبيتعصب سامنر وبيعرف كوربيون ان ده معناه انه هيتسرح من الجيش ومستقبله هيتدمر. فبيعرف كوربيون ان ده احسن من انه يتقتل. بعد كده جاب كوربيون لسامنر دواء المخدر عشان يسكن له الالم وبنفهم ان سامنر من اللحظه دي ادمن المخدر ده زي ما شفنا بعدين. وبس هي دي الحكايه.
عامة بيصحى سمنر من النوم على مصيبة وهي ان السفينة بتغرق. ايوة صديقي، هما اخيرا وصلوا لمضيق التلج ودخل مايكل فيه فالسفينة بتغرق. المهم ان حاليا بقى الكل بيخلوا السفينة وبيكونوا شايفين سفينة القبطان مراد في مكان قريب، فبيمر مايكل جونز وكم واحد من الطاقم يروحوا لمراد بحيث يعني يخلوه يجي ياخد الكل من هنا. وبيبعت مايكل مع جونز والباقيين شوية حاجات كده من الحمولة بتاعت السفينة وكمان صندوق الأدوية كله. بعدها بينزل مايكل لقابوس السفينة عشان يشوف السفينة بتغرق ولا لا، وطبعا بيكون هنري في القبو وبيكون مايكل ناوي يسيب هنري هنا يغرق مع السفينه لانه يستاهل. بس حاليا هنري عرف مايكل ان السفينه اتصابت اصابه خفيفه قوي ومش هتغرق، وبيعرف هنري انه هيعرف ازاي يغرقها بس يعني ياخده معاه وما يسيبوش هنا يموت. فبيوافق مايكل وبيقول له بقى هنري هات فاس، وبيدل هنري مايكل على اماكن كده يضرب فيها بالفاس والسفينه هتغرق. فبيعمل مايكل كده وبتبدا السفينه تغرق بجد. وبس بيخرجوا مايكل وهنري منها وبينضموا لسامنر وباقي الطاقم، وبيخيموا في التلج في انتظار بقى ان جونز واللي معاه يوصلوا لهنا مع سفينه مرود. ولحد هنا تمام. اللي مش تمام بقى ان في الليل الكل بيصحوا على عاصفه جامده بتدمر الخيمه وبتدمر كل حاجه. لكن مش دي المشكله، المشكله فعلا ان تاني يوم بقى بيلاقوا الكل ان سفينه مرود اختفت، فبيلاقوا وبيكونوا شايفين ان اكيد العاصفه دمرتها، وبكده هم ضاعوا هنا في الشمال والتلج. بس مايكل بيعرفهم انهم بكره هيتحركوا بمراكب الصيد اللي معاهم وهيروحوا للمضيق وهيلاقوا مرود. وتاه في واحد من الطاقم بيعترض على كلام مايكل لان خطر يمشوا بمراكب الصيد في مكان زي ده، بس مايكل بيكون جاب اخره فبيضرب الشخص ده بالنار وبيعرف الكل ان اللي هيعرضه تاني هيخلص عليه بدون اي ندم. وبعيدا بقى عن المشاكل دي كلها، فبنشوف ان سامنر عنده مشاكل من نوع مختلف، والمشاكل دي تتلخص بانه بيعاني من اعراض انسحاب لان طبعا الدواء اللي مدمن عليه مع جونز. بس على الرغم من كده برضه الكل ركبوا مراكب الصيد عشان يروحوا يدوروا على سفينه مرود، وفعلا بيمشوا في طريقهم ومعاهم سامنر اللي حرفيا شبه غايب عن الوعي. وحاليا بيحلم سامنر كالعاده بجزء جديد من ماضيه، وبنشوف ان سامنر بعد اللي حصل مع كوربيون رجع لانجلترا وقابل ضابط صاحبه وساله يعمل ايه وازاي يهرب من المصيبه اللي كوربيون عاوز يشيلها له دي. فعرفه صاحبه انه لازم يرضى بنصيبه ويتحكم اكنه هو المذنب في سرقه الذهب وما يجيبش سيره كوربيون خالص، لان كوربيون من عيله كبيره جدا وممكن بكل سهوله يجيبوا له اعدام. وقتها خاف سامنر وقرر يشيل موضوع سرقه الذهب كلها لوحده، لكنه يعني بيكون عاوز ينتقم من كوربيون، فبيروح لكوربيون في حفله كده كان موجود فيها وبيضربه. وهوب بيصحى سامنر كالعاده من النوم ويكون لسه في مركب الصيد مع الكل وماشيين في طريقهم، وبيلاقوا حاليا قدامهم مشهد مرعب جدا لانهم بيلاقوا جونز ميت من كتر التجمد، فطبعا بيتصدموا. بيعدي بقى كام يوم على كل ده وبنشوف ان سامنر والكل مخيمين في وسط التلج، وبنعرف انهم لما لقوا جونز ميت عرفوا ان اكيد سفينه مرود غرقت هي كمان وما قدرش جونز يلاقيها، فبالتالي قرروا يستقروا هنا زي ما انت شايف على امل بقى انهم يصمدوا شويه لحد الصيف، وفي الصيف هيلاقوا اكيد سفن كتير في المكان او قريب منهم على الاقل يقدروا يمشوا معاهم من هنا بمنتهى السهوله. واصح بنعرف كمان انهم هيضطروا يحرقوا مراكب الصيد بتاعتهم عشان يتدفوا بيها. اما بعد كام يوم كده بيلاقي سامنر اتنين اسيويين في مركب صغير جايين عليهم، وبيعرف سامنر على طول ان دول السكان الاصليين للمكان اللي هنا، فبيفرح سامنر جدا وعلى طول بيصحي كل اللي معاه عشان يشوفوا الاتنين دول. وقتها بيتكلم مايكل مع الاتنين دول وبيقدر يقنعهم انهم يدوا لهم اكل مقابل سكينه كده بيديها لهم مايكل، وفعلا بيدوا لهم اكل فبياكلوا مايكل والكل وهم فرحانين. بعدها بقى بيروحوا مايكل وسامنر للاتنين دول وبيطلبوا منهم يجيبوا لهم اكل تاني لانهم يعني هيقعدوا هنا كتير وهيحتاجوا اكل، وبيعرض مايكل عليهم بندقيه كده مقابل الاكل فبياخدوا منه البندقيه وبيقرروا انهم هيجيبوا لهم اكل في اقرب وقت. تاني يوم بقى بيقرروا الاتنين دول يمشوا من المكان بحيث يروحوا يصطادوا ويرجعوا باكل، بس مايكل ما كانش واثق فيهم فبيطلب منهم واحد فيهم يفضل هنا بحيث يضمنوا ان التاني هيجيب الاكل ويجي، لكن الاتنين مش بيوافقوا فبيستخدم سامنر ذكائه وبيجيب الخاتم القيم اللي معاه وبيعرضه على الاتنين دول وبيعرفهم انهم يقدروا ياخدوا الخاتم ده بس بشرط ان واحد فيهم يفضل هنا لحد ما التاني يجيب الاكل ويجي. فبيوافقوا على كده وبيقرروا انهم تاني يوم على طول واحد هيمشي وواحد هيفضل هنا. كل الفيلم ده بقى يا صديقي كان شايفه هنري، والعلم هنري لحد دلوقتي لسه متكلبش زي ما هو لان محدش واثق فيه. المهم ان هنري يعني بيروح للسكان الاصليين دول وبيتعرف عليهم وبياخد منهم اكل وكده، وفي نهايه اليوم بيرجع هنري للخيمه اللي نايمين فيها الكل وبيصحى هنري مايكل وبيطلب منه يفك له الكربشات لانه خلاص ناوي يمشي مع السكان الاصليين ويعيش معاهم في قبيلتهم، ولما الصيف يجي هيدور على اي سفينه ترجعه انجلترا. وبيعرف هنري مايكل ان الحل ده افضل للكل بحيث هنري يضمن انه مش هيتحاكم ولا هيتسجن على قتل جوزيف وارثر، ومايكل بقى والكل هنا يعرفوا انهم هيفضلوا عايشين في امان طالما هنري بعيد عنهم. وقتها فكر مايكل ووافق فعلا، ولكن بشرط انه يهرب مع هنري والسكان الاصليين من هنا لانه مايكل نفسه عارف ان الكل هيموت ومحدش هيقدر يصمد للصيف. فبمجرد بيوافق هنري على كلام مايكل فبيديله مايكل حديده كده يفك بيها الكلبشات، فبيسيبه هنري وبيخرج من الخيمه وبيفك كلبشاته. بعدها بيروح هنري للسكان الاصليين وبدون مقدمات بيقتلهم، وبنعرف انه ما اتفقش معاهم على اي حاجه وكان بس عاوز يقتلهم عشان بس يسرق خاتم سامنر زي ما حصل دلوقتي. فلما بياخد هنري الخاتم وبيروح للمركب بتاع السكان الاصليين بحيث يهرب بيها،
لكن قبل ما يعمل كده بيوصل مايكل فعلى طول بيقتله هنري هو كمان وبياخد المركب وبيمشي برضه. بعد شويه بيصحى سامنر واللي معاه وبيكتشف اللي حصل، فطبعا بيتصدموا جدا لكنهم في المجمل بيدفنوا الجثث كلها. بعدين بيقعدوا سوا يشوفوا هيعملوا ايه، وبيكون اللي باقيين هم سامنر واوتو وسامول واتنين تانيين. في المجمل بقى بيقرروا سامول والاتنين اللي معاه يمشوا من هنا لانهم مش ضامنين ممكن هنري المجنون يرجع يقتله. وقتها عرفهم سامنر انهم هيموتوا بسبب التلج والبرد، لكنهم برضو اصروا على رايهم وودعوا سامنر واوتو وخدوا بعضيهم ومشيوا. وكده طبعا ما تبقاش غير سامنر واوتو بس مع بعض. عامه بيعيشوا سامنر واوتو وبتفضل الايام تعدي عليهم كتير. وفي يوم كان سامنر قاعد ببندقيته بحيث يصطاد، فبيتفاجئ في الوقت ده بدب قدامه، فبيقرر يصطاده بحيث ياكله ويقضي معاهم فتره طويله. وفعلا بيخرج سامنر وبيمشي ورا الدب عشان يصطاده لكنه بيفشل، ده غير ان بتحصل عاصفه ثلجيه كبيره وحرفيا مش بيقدر سامنر يشوف قدامه، وبسبب كده بيتجنن حرفيا وبيفضل يصرخ من العصبيه واحساسه انه خلاص بيموت. بس وسط كل ده بيلاقي سامنر الدب جاي عليه فبيقتله، وبيبدا سامنر يفتح بطن الدب وبياخد الدم ويحطه على نفسه. وبيبان كده ان سامنر بسبب كل اللي بيحصل معاه ده اتخوت شويه، من سامنر ما وقفش عند كده، لا دخل نام جوه بطن الدب حرفيا. لكنه ما طولش كتير وجاي شخص كده وانتشى سامنر من المكان ومشى. والشخص الغريب ده بقى بيروح بسامنر لبيته اللي عايش فيه وبيخليه عنده هناك. والراجل ده عادي يعني عايش في المكان هنا وشاف سامنر فانقذه مش اكتر. المهم بيفضل الراجل ده يعتني بسامنر لحد ما بيبقى كويس وبيهدأ، فبيقعد مع الراجل وبيتكلم معاه. فبيعرف سامنر ان الراجل ده هو قس وجه من انجلترا واستقر هنا عشان يدعو السكان الاصليين دول للدين المسيحي، لانهم يعني ما يعرفوش عن اي دين اي حاجه. عامه بيقضي سامنر فتره محترمه مع القس والسكان الاصليين. وبعد مرور 5 شهور بنشوف سامنر على سفينه كده، واخيرا بيوصل انجلترا. اول حاجه عملها سامنر لما وصل انجلترا انه خد بعضه وراح قابل مستر باكستر صاحب السفينه لو تفتكروا. فسامنر بقى عرف باكستر كل اللي حصل وطلب منه يديله الفلوس اللي اتفق معاه عليها قبل ما يروح الرحله المشؤومه دي. بيعرفوا باكستر انه هيديله الفلوس، لكن يعني بيطلب منه يقعد يوم كده في المدينه لغايه ما يجهز له الفلوس. فيوافق سامنر وبيمشي. بعد كده بيروح باكستر لهنري، وبنكتشف ان هنري قدر يرجع انجلترا من شهر وحاليا قاعد مع باكستر. والعلم هنري قاعد مع باكستر لانه هدد باكستر انه يعرف الناس كلها ان هو اللي خطط لغرق السفينه، فيعني باكستر خاف منه وقعده معاه. المهم ان باكستر حاليا بيطلب من هنري انه يقتل سامنر لان سامنر يعرف كتير وممكن يكون عارف انه خطط لغرق السفينه وبالتالي هو خطر عليا. وكمان خطر عليك يا هنري لانه يعرف كل جرايمك واصلا ناوي يرفع عليك قضيه وهو لسه ما يعرفش لغايه دلوقتي انك رجعت لانجلترا، فلازم نخلص منه. طبعا بيوافق هنري انه يقتل سامنر وبيتفق مع باكستر على كده. اما باكستر فبعد ما خلص مع هنري بيروح يقعد مع مساعده ستيفنز وبيطلب منه باكستر انه النهارده بالليل يروح يجيب سامنر من الفندق اللي هو فيه حاليا على اساس يعني انه هياخده يقابل باكستر، لكنه في الحقيقه هيروح بيه لمستودع مهجور وهيكون هنري هناك وهيخلص على سامنر. وبيأمر باكستر ستيفنز ان بعد ما هنري يقتل سامنر هو بدوره يقتل هنري بحيث يكون خلص باكستر من الاثنين اللي يعرفوا حقيقه اللي حصل في السفينه. فيوافق ستيفنز وبيمشي. وفي الليل بيروح ستيفنز لسامنر فعلا وبياخده سامنر على اساس انه رايح بيه لباكستر، لكنه طبعا بياخده في المخزن. وهناك بيظهر هنري وبيفضل يضرب على سامنر نار، بس سامنر بيهرب وبتيجي طلقه في ستيفنز وبيموت. بعد كده بيفضل هنري يدور على سامنر لحد ما بيوصل له وبيفضل بقى يخنق فيه عشان يقتله، بس سامنر بيطلع سكينه كانت معاه وبيرشها في رقبه هنري واخيرا بيموت. بعد موت هنري بقى بيفضل سامنر يفكر شويه وبيقدر يفهم ان اكيد باكستر كان قاصد يغرق سفنه بحيث ياخد فلوس التامين، وبالتالي حاليا عاوز يقتلني انا وهنري بما اننا اخر اتنين كانوا على السفن دي. بمجرد بقى ما ادرك سامنر كل ده ما بيكذبش خبر وبياخد سلاحه وبيروح لباكستر البيت وبيثبته وبيواجهه بقى بكل اللي وصل له. فبيعترف لباكستر انه فعلا كان عاوز يقتلهم عشان ما حدش يكشف كل اللي هو عمله في السفينه. وبيعرف باكستر سامنر حاليا انه كان عاوز يخلص من هنري وهو خلصوا منه دلوقتي، وحاليا بيعرض عليه شويه فلوس كده ياخدهم ويبدا بيها حياته من جديد، وفي المقابل يسيب باكستر عايش والكل يطلع كسبان. بيوافق سامنر وقتها بيفتح باكستر الخزنه بتاعته وبيجيب شويه فلوس وبيديهم لسامنر، لكن سامنر بيجبره يديله كل الفلوس. بعد كده بيقتل سامنر باكستر وبيمشي كانه ما عملش اي حاجه. بعد سنه بقى من كل ده بنشوف سامنر عايش في المانيا وحياته مستقره، لكنه طبعا لسه مش قادر يتخطى التجربه الصعبه اللي مر بيها دي كلها، لكنه بيحاول. وبس مع النقطة دي بينتهي المسلسل ده خالص، وأتمنى يكون عجبكم. ولحد ما نتقابل في مسلسل جديد ما أقدرش أقول غير بس كده، سلام.